تسأل هي قالت نقرأ في القرآن وعندها محبة القرآن مسكينة، ولكن شيخ الوسواس يعني يغلب عليها فتترك تقرأ آية أو اثنين وتترك القرآن، ثم اليوم الثاني تقعد يومين ثلاثة وتحاول جي تقرأ ولا تستطيع. يعني إذا كان لها باختصار، إذا كان لها ورد يومي من القرآن، يعني قدر مقدار معين تقرأه من القرآن ولو قل تحافظ عليه، لكن مثلا إذا وجدت الضيق في الضحى تؤجل إلى العصر لعلها تكون أريح، يعني جيد أنها تأتي للقرآن وهي مستريحة النفس يعني، ولكن لتجاهد نفسها. وأذكرها بقول بعض السلف، يعني عالجت نفسي في التهجد أو في القيام أو في صلاة النفل 20 سنة ثم استمتعت بها 20 سنة. يعني أحيانا النفس تحتاج مجاهدة، لكن نحتال عليها النفس هذه حيلة شرعية، يعني نأتيها يعني نستدرجها أو نأتيها لتأتي للقرآن وهي يعني متسعة الصدر، وإذا كان في الساعة الفلانية متضايقة لتترك تلك الساعة، تترك وردها ولكن لا تضيعه في ذلك اليوم. نعم. تقبل عليه في تتحين أنسب الأوقات، تجاهد نفسها يعني دائما. نعم. تجاهد نفسها لا تتركه يعني. نعم.